إذن أنت وصفت الأزمة، وصفت الأزمة وصفتها توصيف جيد، واقترحت حل اللي هو حل حوار يجمع كل الطيف السياسي والمدني اللي عجز أن يقعد مع بعضه طوال سنتين اليوم. ثم شنو الجدوى حوار وقت اللي يكونش وقت لم يكونش مسنود بقوة تخليه موقع التنفيذ؟ يعني شنو الحلول أنتم اللي تطرحها مثال داخل المؤتمر من أجل الجمهورية للخروج من هذه الأزمة المستفحلة الآن، واللي هي أساسا أزمة سياسية قبل من جو الجانب الاقتصادي والاجتماعي فيها؟ طبعا هي اليوم ثم أزمة لا شك في ذلك، أزمة متعددة الأبعاد، أزمة سياسية أولا، أزمة اقتصادية، أزمة اجتماعية وإلى آخره. واليوم هالأزمة هذه قاعدة تتعمق يوما بعد يوم، وكل يوم يعني يمر هو معناها مزيد من تعميق هذه الأزمة. لذلك اليوم ما يلزمش نزيد ونخسر وقت، يكفي معناها ما خسرناه الوقت اللي خسرناه، لأنه اليوم كل ما تزيد يوم كل ما تزيد الأوضاع تتعفن أكثر، وهذا بالطبع يزيد يعمق معناه يزيد يصعب الحلول في المستقبل. أعطيني الحلول المقترحة بالنسبة لكم. أنا بالنسبة لي الحل هو في رحيل هذا الانقلاب. هذا الانقلاب لم يجلب لتونس إلا العار. اليوم تونس اللي كانت مفخرة أمام العالم، كان العالم الكل يفتخر بالتجربة التونسية، أصبحت تونس مشار لها بالبنان باعتبارها دولة لا تضاهيها إلا كوريا الشمالية. اليوم أصبح الإعلام الدولي يستهزئ بالتونسيين. تونس اللي كانت قاطرة في العالم العربي في مناهضة العنصرية ومناهضة العبودية، نحن من أوائل الدول في العالم، مش في العالم المنطقة، اللي ألغت العبودية، من أوائل الدول اللي كرست حقوق المرأة إلى آخره. اليوم نلقاو رواحنا تونس أصبحت موصومة في كل معناها المنتظم الدولي باش ولينا عنصريين، ولينا معادين للسامية، ولينا دولة ديكتاتورية، دولة تعيش خارج السياق. فاليوم هذا عار يلحق بتونس، وبالطبع أنا كتونسي أشعر بالخجل أني أحمل الجنسية التونسية، بعدما كنت أشعر بالفخر، بعدما كنت أشعر بالفخر أنه تونس اللي جابت ثورة واللي كانت منطلق الربيع العربي واللي شعبها معناها نادى معناها شعار ديجاج اللي أصبح يردده كل العالم، كل شعوب الدنيا أصبحت تنادي معناها ترفع شعار ديجاج، وكل شعوب العالم أصبحت تنادي بالحرية وخاصة في المنطقة. فهذا الكل اضمحل. اليوم تونس في ظل هالأزمة هذه ما نجموش معناها نقعدوا نتفرجوا فيها، ما نجموش نقعدوا محايدين. اليوم لابد كل تونسي من كل من موقعه يجب أن يعمل على إنقاذ تونس. طبعا عملية الإنقاذ التشخيص متفق فيه، لكن السؤال المطروح هو كيف نقترع هذا الاستبداد من جذوره؟ كيف نقترع هذه السلطة الغاشمة اللي كنت تحكي عليها واللي أردت تونس تقريبا في حضيض الدول الديمقراطية والحرية اللي كنت متعبية في السنوات الماضية؟ يعني شنية الطريقة، شنية الألية؟ هذا كلام جميل، لكن شنية الطريقة؟ أنا بالنسبة لي شخصيا وبالنسبة لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، هذا الانقلاب لن يرحل من تلقاء نفسه. وهذا الانقلاب إذا رحل لن يرحل إلا بالقوة، وأنا كان عندما أقول بالقوة يعني لابد من ضغط الشارع. أقول أنه لابد أنه نحن نراهن على ثورة ثانية تقتلع هذه السلطة الانقلابية وتعيد الشرعية الدستورية وتعيد تونس إلى مسارها الصحيح. غير ذلك ما ثم حتى شنو ثورة ثانية؟ شنو نقصد يعني ثورة اجتماعية ثانية؟ احنا الشارع السياسي او النخبة السياسية كانت تعول مثل وتضع بيضها في سلة تحرك الشارع الاجتماعي في الشتاء الماضي وحتى قبله، نظرا لارتفاع تكاليف المعيشة ولفقدان المواد الأساسية، لارتفاع نسب البطالة، لفقدان المواد الأساسية، لكن الشارع الاجتماعي لم يتحرك ولم
يبدي معناها معارضة لما يقع، يعني أي شارع أي ثورة، ومنين تجيب الثورة، وأي مناخات أصلا ستمهد هذه الثورة اللي تحكي عليها. معناها يقال أن الثورة هي نقطة في مسار التاريخ، يعني تجي لحظة من اللحظات، مش بالضرورة تتعاود كل 10 سنوات الثورة. لا، أنت أرجع للتاريخ تتلقى عديد الثورات. نعطيك مثال، في فرنسا صارت عدة ثورات، في روسيا بيدها صارت عدة ثورات في مدة قصيرة جدا، لأنه الثورة هي مسار، ما هيش لحظة. الثورة هي مسار فيه معناها المد وفيه الجزر، فيه معناها انتصارات وفيه انكسارات. فما يقع في تونس هو في هذا الإطار. وعندما تحدث عن ثورة، روى الثورة ما تحتاجش إلى تيليكوموند. الشارع عندما ينتفض، وقت اللي ينتفض في 14 جانفي، لم تقوده لا المعارضة السياسية ولا اتحاد الشغل ولا أي شيء. كانت المناخات يعني متوفرة، يعني كانت يعني مناخات التوتر متوفرة. وأعتقد أن اليوم المناخات متوفرة اليوم، لأنه للأسف نحن إزاء سلطة هي عدوة نفسها. أكثر شخص معناها يمكن أن يسقط هذه السلطة هي السلطة الانقلابية نفسها. علاش؟ لأنها سلطة لا تعتمد على العقل في التعاطي مع السياسة. هي سلطة صمت أذانها على كل التونسي، على كل معناها الأطياف المجتمع. يعني ما فماش سلطة معزولة في تاريخ تونس قد هذه السلطة. هذه هي نجحت في أن تعزل نفسها داخليا وتعزل نفسها خارجيا، وكل يوم تتعزز هذه العزلة. لحظة، هذه السلطة أيضا جعلت حياة التونسيين أكثر صعوبة، وهذا المهم. لذلك التونسيين ينجم يصبر، باش يصبر عام، باش يصبر عامين، باش يصبر ثلاثة، لكن في الأخير إذا السلطة لم توفر حلول، وهي لا تملك حلول، معناها نشوفوا فيها ما عندها حتى برنامج غير الاقتراض والاقتراض ثم الاقتراض. أعطيني مشكلة وحيدة حلتها هذه السلطة، أو عملية إصلاح وحيدة في أي مجال من المجالات خضتها ونجحت فيها. هو مانيش قالوا في قالوا سامحني لحظة، نعم. قالوا باش نجيبوا الأملاك، لا 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 مش الملك الأموال المهربة في الخارج، ويتحدث على 13 ألف مليار وكذا، وقال في 6 شهور وعمل لجنة وكذا، في الأخر شنية النتيجة؟ لا شيء، يعني فشل على جميع المستويات. لم ينجح في تحقيق وعوده، لم ينجح في السيطرة على التضخم، والأمور ماشية وتنهار شيئا فشيئا. اليوم رانا اليوم بلاد تونس على ابواب الافلاس. يعني لا قدر الله، نحن لا نتمنى هذا لبلادنا، لكن لا قدر الله لو وصلت تونس الى حافه الافلاس، وماناش قاعدين نشوفوا في سلطه تسعى الى منع هذه الكارثه. فتصور ما الذي يمكن ان يحدث. انا نسمع فيه منك انت راهو مخيف جدا سمير، معناها انت تحكي لي على اساس انه ننتظر ثوره ثانيه، يعني نخبه سياسيه ومعارضه اليوم عليها كانت كتف يديها، وتنتظر الشارع حتى يثور ويسلمها السلطه من جديد كما صار في 2014. يعني خليني نقول اني نسال سؤال بطريقه اخرى، اي دور لهذه النخبه السياسيه في توفير مناخات هذه الثوره؟ يا سيدي ما يتحرك النظام هذا وما يتنحى الا بالقوه اللي كنت تحكي عليها، اللي هي القوه الشعبيه وخروج الناس الى الشارع وتحقيق ثوره ثانيه. اي دور لكم انتم كنخبه سياسيه، كمعارضه سياسيه، كمقاومه، من اجل توفير هذه المناخات للتسريع بهذه الثوره؟ اولا النخبه السياسيه ودور المعارضه، اعتقد هي اسمها معارضه. المعارضه دورها ماهوش باش تجمل إخفاقات السلطة الحاكمة. المعارضة هي دورها أنها كشف الثغرات، كشف السقطات، كشف الإخفاقات اللي تقوم بها السلطة. هذا دور المعارضة في كل دول العالم. ولذلك بالطبع معناها دور المعارضة باش يكون الخطاب السياسي. هذا في على مستوى الخطاب السياسي. نعم. لابد أنه العمل، لأنه في الأخير نحن الهدف متاعنا شنو؟ الهدف متاعنا هو إعادة المسار الديمقراطي للبلاد. لا، هو إنقاذ تونس اليوم. نعم. المعركة هي اليوم من أجل إنقاذ تونس. نعم. لأنه هالمسار اللي مشيت فيه تونس زاد في انهيار هذه البلاد، وزاد عمق الأزمة. نعم. معناه لو كان قدم حلول المشاكل التونسيين، ربما واحد كان يفكر بطريقة أخرى أو يبحث عن مقاربة أخرى. لكن اليوم اللي نراه فيه أنه المسار العبثي اللي مشيت فيه البلاد
زاد مشاكل التونسيين اقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا وعلى جميع المستويات. خلينا نرجع لدور المعارضة في المعارضة اليوم دورها حكينا على أولاً الخطاب السياسي لتعريض لحظة دورها أن يكون واضح. أولا الخطاب هيكون واضح، خطاب هو ضد الانقلاب، فماش أبيض وما فماش يعني خط في الوسط، ما فماش منطقة رمادية. لازم يكون واضح أنهم هم ضد الانقلاب وأنهم يعملون على إسقاط هذا الانقلاب. وطبعا نتحدث على إسقاط الانقلاب بالطرق الشرعية والدستورية، يعني نحن ما تنساوش معناها نحن على فوق 2024 واحتمال مش نحكيه على انتخابات بعد ايه معناها يجب يكون الانتخابات المقبلة احد الرهانات اللي يلزم تراهن عليها المعارضة. مثلا نرجع لدور المعارضة في تهيئة المناخ، مش نحكيه في المعارضة السياسية تهيئة المناخ طبعا هذا هو دورنا كل يوم في وسائل الاعلام في بياناتنا في كذا، نسعى الى التحذير من المجهول الذي تريد ان تدفعنا اليه هذه السلطة الفاشلة، نسعى الى فضح خطاب هذه السلطة لأنه خطاب شعبوي، خطاب ينشر الأوهام، ولا توجد أي إنجازات حقيقية للتونسيين. وهذا بالطبع لابد من أن التونسيين يكونوا واعين به، وهذا ما ينجموش يكونوا واعين به إذا كان ما يلقاوش شكون يوريهم الطريق الصحيح. وهذا دور المعارضة فقط يعني بالنسبة لمش هذا برك. أنا قلت أن المعارضة بالطبع ثم دور على مستوى الخطاب، ثم دور على مستوى الهيكلي، على مستوى هيكلة المعارضة وعلى مستوى توحيدها وكذا، ثم دور أيضا على مستوى الزخم النضالي اللي يلزم يكون موجود في إطار مقاومة هذه السلطة.